زخات من الأمطار متوقعة في العديد من مناطق المملكة هي ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي. التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم استمرت الأحوال الجوية غير المستقرة في أغلب أو في بعض مناطق المملكة، خاصة في الحوض الأوسط من بحر الأحمر، شملت سواحل كل من رابغ وأجزاء من مدينة جدة، وامتدت حتى منطقة حفر الباطن وأجزاء من منطقة حائل. يتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الساعات القليلة القادمة، على أن تتراجع تدريجيا يوم السبت، مع استمرارها واردة أو استمرار الهطول زخات الأمطار الرعدية وارد في وسط البحر الأحمر. ويتوقع خلال اعتبارا من منتصف الأسبوع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي مجددا فوق وسط البحر الأحمر، مع اندفاع لكتلة هوائية باردة جديدة نحو المنطقة، تعمل على تجدد وتنشيط هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. استعرض الآن الخرائط الجوية المتوقعة للأمطار المتوقعة من نهار يوم الجمعة وخلال الأيام القليلة القادمة. يوم الجمعة أحوال جوية غير مستقرة في وسط البحر الأحمر، بالإضافة لأجزاء من حفر الباطن وصولا حتى أجزاء من حائل والقصيم والمدينة المنورة. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة تحديدا في وسط البحر الأحمر خلال ساعات نهار يوم السبت، مع تراجعها بشكل واضح في وسط المملكة العربية السعودية واستمرارها فوق أقصى شمال شرق المملكة. نفس الأجواء متوقعة يوم الأحد، لا تغيير الحالة الجوية، تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة في وسط البحر الأحمر، بالإضافة هذه المرة لجنوب البحر الأحمر، مع تعمق هذه مع تحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة جنوبا نحو جنوب البحر الأحمر، بالإضافة لاستمرار الأحوال الجوية غير المستقرة في منطقة حفر الباطن واستقرار الأجواء في وسط المملكة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، تسود أجواء مستقرة بشكل عام، غيوم متفرقة مع 17 درجة مئوية حرارة مقاسة، المحسوسة 16، رطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة، يوم السبت 28 درجة مئوية حرارة عظمى، أما الصغرى 17 درجة مئوية. نفس الأجواء متوقعة يوم الأحد وارتفاع قليل على الحرارة يوم الاثنين لتسجل 29 إلى 19 درجة مئوية. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة ليوم غد نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 16 إلى 4، سكاكا 18 إلى 8، وعرعر 18 إلى 6 مع أجواء مشمسة. المنطقة الغربية المدينة المنورة تفرق لبعض الغيوم أو غائم جزئي 24 إلى 15، جدة 30 إلى 23 مع أجواء غائمة جزئية مع فرصة لهطول زخات من الأمطار بشكل محدود، مكة المكرمة 32 إلى 21، والطائف 22 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أجل الغربية، الباحة 20 إلى 11، أبها 22 إلى 9، وجازان 31 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 27 إلى 17، أجواء غير مستقرة في حفر الباطن 21 إلى 14، والإحساء 29 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، الرياض 28 إلى 17، بريدة 26 إلى 13، وحائل 21 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.